السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من بين قوسين، نخصصها اليوم عن حشود السبعين من عهد صالح إلى عهد ميليشيات الحوثي. ظل ميدان السبعين في العاصمة صنعاء حكرا على حشود صالح ومهرجاناته الخاصة، ولطالما منع المعارضة السياسية من تنظيم أي مهرجانات أو فعاليات فيه باستثناء تلك المشتركة والخاصة بالتضامن مع فلسطين. كان يتصرف كأنه المالك الحصري لهذا الميدان. لقي صالح مصرعه بيد شركائه في الانقلاب ميليشيات الحوثي وبعد أسقاط الشرعية والدولة، وبات الميدان في عهدة ميليشيات الحوثي التي جعلت منه ساحة لاستعراض أنصارها. أمس وباسم ذكرى ما يسميه الحوثيون الانقلابيون الصمود ضد العدوان، شهد ميدان السبعين مهرجانا جماهيريا للحوثيين وبمشاركة من قاعدة صالح. بغض النظر عن حجم المشاركة، إلا أن السؤال الأبرز: هل ورث الحوثي قاعدة المؤتمر أم أن ظروفا قاهرة ساقت أنصاره جنبا إلى جنب مع قتلة زعيمهم؟ في حلقة اليوم من بين قوسين نبحث تفاصيل وملابسات طبيعة التحالف القائم بين الحوثيين والمؤتمرين بعد صالح، وهل ثمة ما يمكن أن يجمع شركاء الأعداء؟ في البداية اسمحوا لي أن أرحب بضيوفي، سيكون معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب الصحفي حسين الصوفي، وسيكون معنا من الدمام الباحث والناشط المؤتمري ثابت الأحمدي، ومن القاهرة الناشط السياسي همدان العليي. قبل النقاش فاصل قصير. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأبدأ هذه الحلقة مع الصحفي حسين الصوفي عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. مرحبا بك أستاذ حسين. أهلا وسهلا بكم، حياكم الله. أهلا بك أستاذ حسين. في البداية نحن نتحدث اليوم عن ميدان السبعين، هذا الميدان الذي ظل على مدى أكثر من 33 عام يتبع صالح، وكان هناك الحشود الخاصة بمؤتمر الشعبي العام في كل احتفائية. هذا العام شهدنا يعني حشودا مغايرة، أو على الأقل أصبحت في صف ميليشيات الحوثي. هل فعلا أصبحت هذه الحشود هي معيار المقياس لشعبية من يحكم صنعاء؟ شكرا جزيلا لكم، مساء الخير لكم ولضيوفكم الكرام ولمشاهديكم الكرام. بالنسبة للحشود، هي طبيعة كل يعني ربما رسائل الحشود في كل زمان ومكان وفي كل مجتمع هي رسائل ربما تأتي ل يعني محاولة المغالطة أو محاولة يعني إظهار قوة غير القوة الحقيقية أو إظهار ملعب غير الملعب الحقيقي. مثلا كان الحشود يعني يتظاهرون بمئات الآلاف بالملايين في إبان بعد دخول الحوثيين إلى صنعاء أيام الاصطفاف الوطني، ولكن الحشود هذه لم تفعل شيء. يعني بالرغم أنهم حشود حقيقية، كان خوفهم على البلد، كانوا يسعون إلى إيقاف الحرب الذي نحن فيها اليوم. الحشود أيضا التي خرجت في ميدان السبعين وفي نفس الميادين التي خرجت في 24 أغسطس وفي أيام يعني دعوات المتكررة من الرئيس السابق علي عبد الله صالح لم تفعل شيء، بل أن علي عبد الله صالح تركهم مقتولا بتلك الطريقة، وبات المؤتمرين اليوم أغلبهم اليوم يساق من جديد مرقما ومكرها، وبعضهم بطريقة أو بأخرى حتى يحضروا إلى هذه الساحة. بالتالي يعني ما نستطيع أن نتفق عليه، والكل ربما متفق عليه، وقد أمس تابعت كثيرا من ردود الأفعال، أن الجميع ربما مجمع بأن رسائل الحشود هذه لم تعد هي الرسائل المناسبة اليوم. يعني يستطيع أحد أن يجيش من يريد متى ما يريد، لكنه الميدان المعركة مختلف اليوم تماما. اليوم الجبهات هي التي، والحل العسكري ربما هو الذي يطرح اليوم، وهناك مناورات في الحل السياسي، لكنها يعني لغات الحشود وحضورها لم تعد لها أثر على الإطلاق في هذه المرحلة. نعم. طيب، مشاركة أنصار المؤتمر الشعبي العام مع ميليشيات الحوثي في المناطق التي تخضع سيطرتها وعلى وجه التحديد في صنعاء، شاهدنا قيادات من المؤتمر الشعبي العام على رأسهم رئيس مجلس النواب يحيى الراعي في الصفوف الأمامية مع ميليشيات الحوثي بهذا الاحتفال. كيف تتابع
مشاركة المؤتمر الشعبي العام مع من قتل زعيمهم؟ أنا باعتقادي أن المؤتمر الشعبي العام الآن خصوصا أنه قد انقسم إلى أقسام، هناك قسم حدد موقفه منذ اللحظة الأولى لدخول الحوثيين إلى صنعاء، ويعني وقف موقفا مسؤولا منذ بدء الانجرار، يعني أن حينما رأوا أن علي عبد الله صالح جر البلد إلى الهاوية، حينما سلم مؤسسات الدولة كلها للحوثيين لميليشيات إرهابية جماعات طائفية جاءت لا هم لا يوجد لها مشروع وطني ولا هم لها في إقامة مثلا يعني حكومة أو دولة، لكن هؤلاء حددوا موقفهم منذ اللحظة الأولى، ومنهم فخامة الرئيس عبد الرب منصور هادي وغيره من الذين يقفون الآن مع الشرعية، ومنهم أيضا رئيس الوزراء بن دقر. هؤلاء وقفوا موقفا واضحا وطنيا منذ اللحظة الأولى واستجابوا للحاجة الوطنية، ليست هنا لا نحن لسنا في انتخابات حتى يتم مثلا التحالف مع سين أو صاد، لكن هناك يعني مشروع يريد أن يقضي على الوطن، على الهوية الوطنية، على اليمن بشكل عام، على الجمهورية. الصنف الثاني من المؤتمر الشعبي العام هم الذين يعني تذبذبوا، فكانوا متأثرين بخطاب صالح حينما كان يحقد على علي عبد الله، على عفوا على الرئيس هادي، وعلى ايضا يعني من جاءوا بعد 11 فبراير. هذا الخطاب الذي يحاول شيطنة فبراير 2011، هؤلاء وقفوا موقفا محايدا، لم يستطيعوا ولم يعرفوا اين مصلحتهم فتاهوا يعني الى الان. هناك ايضا قسم ثالث لم يستطع ان يتحلل من الخطاب الذي يعني استغلته ميليشيا الحوثي وايضا كل وسائل الاعلام التي كانت مع المؤتمر الشعبي العام منذ بدايه عاصفه الحزم الى اليوم، حيث انهم يعني لم يستطيعوا ان يخرجوا من وهم ان هناك عدوان على اليمن، ولم يميزوا بان العدوان الحقيقي وان من قاموا وانقلبوا عن الدوله هم كانوا هم السبب لما يوصف اليوم يصفه الحوثيون بانه عدوان، وهم كانوا من بداوا ب يعني اقامه مناورات عسكريه من اجل استهداف المملكه العربيه السعوديه قبل ان يصلوا الى صنعاء، ثم قاموا باحتلال الدوله وايضا يعني قتل المعارضين وسجنهم واختطافهم وتفجير المنازل والمدارس وغيرها وما ما يعرفه الجميع اليوم. نعم. فهؤلاء يعيشون التيه، لم يستطيعوا ان يحددوا اليوم العدو الحقيقي. نعم. طيب استاذ حسين، نشرك معنا في الحديث ونرحب بالاستاذ همدان العلي من القاهره. استاذ همدان، مساء الفل، مساء الخير. مساء النور عزيزي، حياك الله. اهلا بك. استاذ همدان، في البدايه هل يمكن اعتبار أن ميليشيات الحوثي ورثت أنصار المؤتمر الشعبي العام وما يعني حشود السبعين أمس إلا دليل على ذلك؟ ما رأيك أنت في هذا الطرح؟ أخي العزيز، هي إلى حد الآن تحاول أن ترث هذه التركة، ولكنها لا نستطيع أن نقول بأنها استطاعت فعل ذلك لمجرد أن الناس انقذوا لها وذهبوا إلى السبعين. تعرف جيدا ظروف خروج الناس اليوم، يتم إرغام المواطنين على الخروج إلى ميدان السبعين، سواء كانوا طلاب مدارس ولا موظفين حكوميين ولا عسكريين، يتم إرغامهم ويتم إجبارهم من خلال تهديدهم بحرمانهم من مرتباتهم، من السلال الغذائية، من الخدمات، من حتى أنابيب أو أسطوانات الغاز. المواطن البسيط يهمه في النهاية مصلحته الشخصية والخدمات التي تقدم له والرغيف، وبالتالي عندما يهدد في رزقه وفي الرغيف يضطر أن يخرج إلى أي مكان. هناك من يخرج ليقاتل من أجل الرغيف، يقاتل مع جماعات الحوثي وهو لا يؤمن بمنطقها ولا يؤمن بفكرها، وإنما يذهب من أجل كي ربما يعني هذا الإسقاط. أستاذ همدان، هذا الإسقاط وهذه الذي تحدث عنه ربما يعني على من يذهبون للجبهات للقتال، لكن من يحتشدون في السبعين هل يمكن يعني إسقاط نفس النظرية على من يذهبون للمقاتلة كما تحدث؟ نعم، للبحث نعم عن مصدر رزق أو يعني نعم 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 نعم، أنا على تواصل مستمر مع ناس في الداخل في مناطق عرفناها في صنعاء، أن يعني عقال الحارات أخبروهم بالحرف الواحد، لن تستحصلوا على الأنابيب الغاز، لن تحصلوا على المساعدات الغذائية، لن تحصلوا على أي خدمات في المرحلة القادمة. هذا أمر واقعي وحقيقي، والناس ينقادوا في ظل الإحباط واليأس الذي سيطر على الناس لعدم قدرة التحالف الشرعية على إنجاز مهمة التحرير بشكل كامل، ليس أمامهم إلا أن ينقادوا. والأمر الآخر المهم أن جزء كبير من هذه الحشود هم أصلا حوثيين ينتمون إلى سلالة،
ويعني يتحركون وهم يلبسون قناع بعض الأحزاب، سواء كانت المؤتمر الشعبي العام أو الحزب الاشتراكي أو الناصري. هي يعني عبارة عن أشخاص سلاليين ينتمون إلى نفس السلالة التي ينتمي إليها عبد الملك الحوثي، ولكنهم يتحدثون بأسماء الأحزاب. وبالتالي هناك أسباب منطقية وموضوعية تجعل هذه الحشود تخرج إلى الميدان. ولكن من المهم جدا ألا نتعامل مع هذه الحشود على أنها حشود مؤتمرية أصبحت موالية للحوثيين، وأن الحوثيين ورثوا تركة صالح. أن لن نستطيع أن نقول هذا الأمر إلا بعد مرور كم سنة، سنتين، 3 سنوات، عندما يظهر لنا جيل جديد يتم حاليا في المدارس، وهو الأمر الخطير الذي نحذر منه، وهو استهداف. ولكن أستاذ همدان نعم أستاذ همدان، معذرة على المقاطعة، لكن الكثير كان يعتقد بأن الممارسات التي قامت بها ميليشيات الحوثي من مقتل صالح إلى تحويل اليمن إلى سوق سوداء، إلى غلاء الأسعار، إلى ابتزاز الناس في قوتهم، في الغاز، في النفط، في كل شيء، ربما كان الجميع يتحدث بأنه لن يحضر أحد مع ميليشيات الحوثي، الناس بلا رواتب أيضا. نعم عزيزي، أخي العزيز، الناس خذلوا في أكثر من محطة. خذلت المقاومة في تعز، خذلت المقاومة في عتمة، خذلت المقاومة في أرحب، خذلت المقاومة في صنع في 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 المحويد، خذلت المقاومة في أدب مريس، خذلت المقاومة في أكثر من مكان. وبالتالي هذه دروس للناس بأنهم إذا احتجوا لن يجدوا من يقف إلى جانبهم، وهم مرغمون اليوم على أن يستجيبوا لموجهات ميليشيا الحوثي كي يحصلوا على قدر أقل، يعني أقل ما يمكن من حق، يعني حقوقهم في العيش. هذه حقيقة لا يجب أن نتجاهلها نحن من في الخارج. الناس لا يجدون ما يأكلونه، وعندما يتم تهديدهم بمصدر عيشهم وبمصادر دخلهم، فلن يجدوا أمامهم إلا أن ينقادوا إلى يعني وينفذوا رغبات هذه الميليشيا. نعم، طيب أستاذ همدان يبقى معي، أعود لمأرب مع الأستاذ حسين الصوفي. أستاذ حسين، ربما إذن الأستاذ همدان له وجهة نظر مختلفة بأن الناس مجبرون على أن يذهبوا لمساندة ميليشيات الحوثي، أو على الأقل حضور فعاليات الحوثي، لأنهم يعني تحت وطأة التهديد، تحت وطأة عدم يعني توزيع مواد غذائية لهم أو تسليمهم يعني الغاز أو النفط أو ما شابه ذلك، والناس ذهبت مجبرة. وأيضا النقطة الأهم بأن بعد أن وجدوا بأن المقاومة الشعبية تخذل في كل مكان، ما رأيك أنت بهذا الطرح؟ كلام ربما اتفق مع كثير من ما اورده الاستاذ همدان، وهو مطلع على كثير من يعني ربما يعني تواصلاته كثيره وكثيفه مع من في الداخل. ربما لكن ما اغفله الاستاذ همدان ان هناك لا يزال هناك خطاب لدى بعض اعضاء المؤتمر الشعبي العام ممن هم الان مع الشرعيه، لا يزالون هناك، لم يحددوا موقفهم الموقف الصريح والواضح من ثوره 11 فبراير. وبالتالي هذه مساحه افردت يعني للحوثيين ربما الارث الذي تركه علي عبد الله صالح من الشحن، والشحن الذي كان شحنا حاقدا على رموز 11 فبراير، ومنهم يعني الشرعيه وايضا الرئيس عبد ربه منصور هادي. وبالتالي هذا الخطاب الذي لا يزال مستمرا الى الان، ونحن راينا في ذكرى 11 فبراير ان هذا الخطاب ربما انتشر بكثافه، واستطاع ربما قيادات محسوبه الى الان ممن تعرضوا للاذى من ميليشيات الحوثي تبنوا هذا الخطاب وابلغوا الى يعني عبر الواتس الى كل قرية وإلى كل مديرية، وكان الناس يعني انتعشت لديهم الحقد والكراهية على ثورة 11 فبراير، بالرغم أننا اليوم أمام يعني وضع مختلف 100%. يعني اليوم التحالفات تغيرت 100%، يعني نسى الناس ما حدث في 2011، واليوم يعني علي عبد الله صالح نفسه اليوم أصبح يعني لم يسلم حتى جثته إكراما للميت كما يقال دفني، ولم يعني حقدهم الدفين على علي عبد الله صالح وعلى الجمهورية بشكل عام. هذا ربما المشروع الكهنوتي، المشروع السلالي كما وصفه الأستاذ همدان، هذا المشروع يجب أن ندرك الخطورة التي يعمل بها، وهو يستقل قيادات المؤتمر الشعبي العام ممن لا يزالون في صنعاء يستغلهم فقط للصور. نحن نتذكر حينما التقط صالح الصمات صورة مع فايقة السيد في يعني في إحدى المكاتب، ورأينا أيضا يعني أنها كانت صورة مزيفة لثوان معينة فقط، ثم
يعني اعتدوا عليها وهي في فعالية سلمية أرادت أن تحتج ربما يعني للمطالبة بإخراج جثة رجل كان حليفهم، وهذه يعني بشاعة لم تحدث ربما في التاريخ، وهذه البشاعة وهذه الوقاحة وهذه الهمجية يجب أن يتوقف معها أعضاء المؤتمر الشعبي العام وقيادة المؤتمر الشعبي العام وصناع وراسمي إعلام السياسة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام، أن يدركوا أن العدو الحقيقي لليمنيين بشكل عام هو الحوثية اليوم. نعم. يعني يجب ألا تطيش أسهمهم، وإلا سيكون نتيجة التذبذب وأيضا التيه ما نراه اليوم في السبعين من محاولة الحوثيين أن يرثوا تركة صالح. نعم أستاذ حسين، في هذا النقطة قبل أن نذهب لتصريحات ونرى آراء الناس حول هذا الموضوع، سأنقل النقطة التي ذكرتها مؤخرا للأستاذ همدان وأتمنى الإجابة عليها بشكل مختصر. أستاذ همدان، هل فعلا الآن مثل ما تحدث الأستاذ حسين الصوفي المشكلة بأن أنصار المؤتمر الشعبي العام يعني تشتتت سهامهم ولم يدركوا من هو العدو الحقيقي، وذكر وظهر ذلك جليا في ذكرى 2011 عندما اجتمعوا كلهم في ضد ثورة 2011 ويعني إنزال أبشع الكلمات والقدح وحملوا ثورة 11 فبراير كل المسؤولية، أم فعلا هؤلاء أصبحوا يعني في صف الحوثي ولم يعد يعني يفرقوا ما بين المؤتمر الذي هو فصيل يمني جمهوري وبين الإماميين الحوثيين؟ أخي العزيز، يجب أن نعترف أولا بأن أمامنا خصم ماكر ويستطيع أن يعبث بنا نحن في صف الجمهورية بشكل ربما لا يستوعبه البعض أو ربما يقلل من خطورته. نعم. هناك خلاف سياسي وهذا موجود ولا يمكن تجاوزه يا رجال. المكونات الشرعية ما زالت تختلف فيما بينها وتقتتل في تعز وفي أكثر من مكان وفي عدن، وبالتالي هذه الخلافات السياسية هي موجودة ولا يمكن تجاهلها. يعني إذا كانت الخلافات هذه موجودة بين المكونات الشرعية فما بالك بيننا وبين أنصار المؤتمر الشعبي العام الذي لهم من 2011 وهم يتم تغذيتهم وتعبئتهم ضد عملية التغيير، وبالتالي نحن بسبب هذه المرحلة الحساسة والحاسمة التي تتطلب منا إيجاد حلول وإن كانت غير مقبولة في مرحلة من المراحل، نحن اليوم مطالبون بتعديل خطابنا سواء نحن كأنصار الشرعية أو أنصار التغيير أو أنصار المؤتمر الشعبي العام وقياداته. يجب تغيير الخطاب لتلافي أخطاء الماضي ومن ثم تقريب وجهات النظر. هناك خلاف حقيقي لكن المسؤولية تعود إلى القيادات. نعم. والنخبة سواء كانت في طرف الشرعية أحزاب إصلاح اشتراكي ناصري أو طرف المؤتمر الشعبي العام بتشكيلاته أو بتقسيماته. نعم. طيب أستاذ همدان ابقى معي وأيضا الأستاذ حسين الصوفي، سنذهب الآن مشاهدينا الكرام لمتابعة هذه التصريحات حول آراء المواطنين وحشود السبعين منذ عهد صالح حتى اليوم الذي تحولت إلى صف ميليشيات الحوثي، ومن ثم نكمل الحديث. معنى الجموع المحتشدة في السبعين هو احتشاد تم قسريا، هناك كشوفات عقال تمارس ضد المتخلفين عن حشود السبعين. الآن عقال الحارات، عقال القرى، مشايخ المناطق يتم تحشيد الناس بالقوة قسريا، ومن يتخلف يعتبر معارض للحركة الحوثية، وهم يدركون معنى أن تكون معارض أو مخالف للحركة الحوثية معناها السجون، معناها الاعتقالات، معناها التعذيب، معناها القتل. هناك قمع وقمع مفرط وقمع شديد تمارسه الميليشيات الحوثية داخل المناطق التي تخضع لسيطرتها. أول ما يحصل في صنعاء من احتشاد هذا هو ليس قناعة. تعودنا أن الشعب دائما يخرج مع القوي، وإضافة إلى أن الميليشيات هي التي تمتلك الآن الزمام الأمور في صنعاء، قامت بعمل توجيهات إلى عقال الحارات، إلى الشخصيات الاجتماعية بأن يتم الحج ويتم فتح البيوت ويتم التجهيز، ومن لم يشارك سوف يعاقب. كذلك الناس كثير مخائفين على مصالحهم وعلى أنفسهم وعلى أرواحهم. هذه ميليشيا لا تعرف الرحمة،
يمكن يصنفوا طابور خامس، يكون يصنفوا من مرتزقة، يمكن يصنفوا، فالطبيعي أن الناس بيخرجوا بهذا الشكل. باعتقادي أن الحشود التي خرجت يوم أمس إلى ميدان السبعين هي خرجت نتيجة القمع وسياسة الترهيب والترغيب التي تمارسها الميليشيا الإنقلابية الإيرانية على أبناء الشعب اليمني، خصوصا المحافظات الخاضعة والتي تقع تحت سيطرة تلك الميليشيا الإنقلابية الإيرانية. حياكم الله مشاهدينا الكرام من جديد، ونرحب الآن بالأستاذ ثابت الأحمدي من الدمام. مرحبا بك أستاذ ثابت. أهلا وسهلا بك أخي العزيز وبالمشاهدين الكرام، مرحبا بك. أهلا بك أستاذ ثابت. أيضا أنت في البداية نسمع وجهة نظرك لما تابعته من حشود في ميدان السبعين طيلة السنوات الماضية. كانت هذه الحشود هي محسوبة للمؤتمر الشعبي العام أنصار صالح، اليوم تبدل الحال وأصبحت في صف ميليشيات الحوثي. قراءتك لهذه الحشود، هل هي مثلا معيار لمقدار الشعبية التي يحظى بها من يحكم صنعاء؟ أخي العزيز والمشاهد الكريم، إن يحشد فقد حشد أخ له من قبل. هذه الجماهير أو مثل هذه القبائل بالذات على وجه التحديد تبيع نقدا وتبيع بالآجل، وكأني بها غدا حين ترى الشرعية على أبواب صنعاء. هذه الجماهير التي خرجت إلى السبعين وتهتف مع الحوثي بكل تأكيد وجزم وتأكيد ستقول غدا للشرعية هيت لك هيت لك هيت لك، وستنفض عن الحوثي تماما كما انفضت عن صالح بالأمس. سيكولوجيا وبشكل عام الجماهير تميل إلى الأقوى، والحوثي الآن يملك بعض القوة، وهي ليست قوته كجماعة أو يعني كأسرة حاكمة، ولكن قوة الدولة التي حاكم أو بالأصح تحكم بها، ومن ثم مالت إليه الجماهير. ومن الطبيعي أصلا أن تميل الجماهير إلى من يملك. ونحن نلاحظ على فكرة حتى مشايخ القبائل، أي شيخ قبلي أو زعيم قبلي يستطيع أن يحشد كامل قبيلته، وأي محافظ المحافظة يحشد أيضا يعني على مستوى محافظته. لا تنسى أيضا من ناحية ثانية عندك حوالي 4 مليون يمني داخل صنعاء، لو خرج من 4 مليون 100,000 إن هؤلاء على أي حال لا يمثلون اليمن بأي حال من الأحوال، خاصة الموظفين الذين تم إخراجهم من مكاتبهم والذين جلبوهم الباصات من داخل المكاتب أو حتى من المناطق القريبة من العاصمة. هؤلاء لا يمثلون اليمن، وميدان السبعين على أي حال لا يمثل اليمن مهما كان. نعم. في المقابل أستاذ ثابت أيضا هناك رأي آخر يقول أن من خرجوا إلى السبعين هم فعلا مثل ما ذكر أيضا الأستاذ همدان بعد أن وجدوا خذلان كبير للمقاومة الشعبية والجيش الوطني في العديد من الجبهات من قبل التحالف العربي، وأيضا من بعضهم خرج بدافع ضد ما يسمى بالعدوان على اليمن، وليس كل من خرج فعلا فقط تحت الإرغام أو التهديد كما تقولون. للأسف أشاطرك القول وأشاطر الزميل العزيز كذلك ما ذهب إليه، هناك بعض الخذلان أو هناك بعض التراجع في أداء الشرعية للأسف الشديد. لا أقول خذلهم، بل كسر ظهر المقاومة والجيش الوطني والأحرار داخل اليمن. اليمنيون والله ينتظرون الشرعية وصنعاء كاملة بأحجارها وأشجارها وناسها، تقول للشرعية نحن في استقبالكم جميعا، ولكن تأخر المجيء وتأخرت ساعة يعني ساعة الاقتحام وساعة النفط. لكن على أي حال تأخرها لا يعني أنها لن تأتي، ستتأخر لكنها ستأتي مع الزمن إن شاء الله. نعم. طيب أستاذ ثابت تكرم بالبقاء معي وأعود إلى مأرب عبر الأقمار الاصطناعية مع الأستاذ حسين الصوفي. أستاذ حسين، فعلا إذن يعني بقدر كبير الخذلان الذي مني به الجيش الوطني والمقاومة الشعبية كان له ربما إسهام كبير بخروج هؤلاء الناس بعد 3 سنوات من الحرب التي لم تنجز، وكان الناس يظنون بأنها ستحسم خلال عام خلال عامين خلال 3 أعوام، وللأسف لم تحسم هذه المعركة رغم قدرة الجيش الوطني على دخول صنعاء. إذا هؤلاء الناس ربما وصلوا إلى قناعة كبيرة بأنه لا فائدة من الشرعية ولا فائدة من التحالف العربي، ويبحثون عن التأقلم مع الواقع. هل يمكن فعلا هذه النظرية قد اقتنع بها اليمنيون أم لا؟ الكل معترف أن هناك إشكالية، وقد تحدث الأستاذين العزيزين أن هناك إشكالية، وربما من استطلعتهم رأيهم فعلا يقول أن هناك إشكالية. لكن ما يجب أن يعني أن ندركه، أو إن كان هناك رسالة ممكن أن نقرأها من خلال
ميدان السبعين مع أن فيها 1000 علامة استفهام كما ذكرها الزميلين، لكن الأهم هي أن نقرأ الرسالة الحوثية اليوم، أن نقرأ الرسالة المهمة. نحن يجب أن يعني أن ندرك أن هذا الغول الحوثي الذي بدأ الآن يعني يستغل كل طاقاته وإمكاناته في المحافظات التي لا تزال تحت سيطرته إلى التعبئة الفكرية والمذهبية والعنصرية والطائفية، وإلى محاولة تغيير هوية اليمنيين، ومحاولة يعني دس السم في المناهج، ومحاولة يعني تغيير خطباء الجوامع، ويعني المجلات التي توزع في المدارس من مجلة ما تسمى مجلة جهاد وغيرها من البرامج التي وأيضا وسائل الإعلام التي لا تزال في صنعاء وفي المحافظات التي لا تزال تحت سيطرتهم، وهي كل وسائل الإعلام التي كانت لدى الحكومة يعني مملوكة للدولة، وأيضا وسائل الإعلام يعني الأهلية والأجنبية كلها الآن تحت سيطرة الحوثيين وبأيديهم، وهم الآن يوجهون خطاب يعني قذر يعني معذرة على المصطلح، لكن هذا هو الواقع. يحاولون أن يغسلوا أو ربما يسمم عقول الناس. هل هناك بالرغم أن هناك هل يمكن يعني القول مشاكل هل يمكن القول بل جرائم ترتكب يوميا؟ نعم، هل يمكن القول بأن ميليشيات الحوثي نجحوا في إدارة هذه الحرب، نجحوا في إقناع الناس وتشويه الشرعية والتحالف؟ لم ينجحوا على الإطلاق، هم لم ينجحوا في تشويه الشرعية، بل أنا بالأمس كنت يعني أرسل لي بعض الذين حضروا السبعين رسائل، قالوا نحن أجبرنا على الحضور، وهناك أيضا وعود من وعدنا بأن يعطينا بعض الشيء مثل ما كانوا يعطوا من قبل، وهذا كان حضورهم. لكن بالأمس يعني إن أردنا أن نتحدث عن الشرعية وأيضا التحالف العربي، فنحن نتحدث عن هناك يعني تباطؤ وترهل وهذا واضح، لكن الحوثيون أطلقوا الصواريخ على المملكة العربية السعودية بحضور المبعوث الأممي الجديد، أي أن هناك لعبات دولية في اليمن تراد أن تطول وأن تستمر، وإلا فإن الجيش الوطني على مشارف صنعاء، وقد ربما يضرب ربما أروع البطولات في جبهة نهم على مشارف صنعاء ويعني على مشارف مرحب. نحن شهدنا ربما قبل أسبوعين الهجوم الذي أراده الحوثيون، وكانت كتائب الموت الذي سحبوها من السبعين التي كانت محاصرة على عبد الله صالح صدهم الجيش الوطني. الخلل اليوم ربما هناك ضغط دولي، والقرار اليوم هو القرار السياسي الذي يعني تبقى، أما الجيش الوطني فهو على أهبة الاستعداد ويعني جاهز بكل ما نعم. يعني يملك. نعم أستاذ همدان العلي، من خلال متابعتك لردود الأفعال وأيضا لقائك بالبعض من قيادات المؤتمر الشعبي العام خارج اليمن، ما هي يعني وجهة نظرهم بعد أن تابعوا ميدان السبعين بالأمس يحتشد ويهتف باسم ميليشيات الحوثي؟ بطبيعة الحال الكل مجنة على أنه الناس اليمنيين ككل وليس المؤتمرين فقط بمثابة أو بحكم الرهائن، نعم، ويمكن التحكم بهم والسيطرة يعني عليهم وتوجيههم بشكل سهل جدا، ومن الصعب إطلاق الأحكام على أو معاتبة هؤلاء الناس نهائيا، يعني لأنه في حكم الرهينة ولا يمكن ولا يملك حريته ولا يمكن قناع ولا يملك قناعاته، وبالتالي من الصعب أن الجميع يتفهم هذا الأمر. إذا كان المجتمع اليمني الموجود في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين بأكمله بمثابة الرهينة، فما بالك بقيادات حزب مارست ميليشيا الحوثي أبشع الانتهاكات في حق قياداته، يعني أعدمت الصف الأول كاملا، يعني زجت بقياداته ورجاله في السجون، تلاحق الناشطين والصحفيين التابعين لهم، وبالتالي يعني قيادات الحزب هنا وحتى يعني قيادات الشرع تتعامل أو تتفهم وضع الناس في الداخل، وهذا يتطلب منا أن نقوم بدورنا نحن النخبة كمثقفين وصحفيين وعاملين في المجال الحقوقي والإنساني، أن نقوم بواجبنا في دعم الناس في الداخل وإشعارهم أننا إلى جانبهم وحثهم وتحفيزهم على الصمود وأن يعني وإخبارهم وإشعارهم بأن المقاومة والجيش الوطني سيدخلون لا محالة
وليس العكس. نحاول أن يعني إيش أقول لك، يعني الدفع بهم إلى أحضان ميليشيا الحوثي أو الدفع بهم إلى أحضان ميليشيا الحوثي بالقول أن خلاص جمهور علي عبد الله صالح أصبح اليوم ورثهم ميليشيا الحوثي. لا، من واجبنا أن نحرص على هذا الجمهور وأن نمد يدنا إليه ويعني إخراجه من هذا المستنقع قدر الاستطاعة، لأننا نعرف أنه ليس بيده أن يفعل شيء في هذه المرحلة. نعم. طيب أستاذ ثابت الأحمدي، برأيك المجتمع الدولي عندما يرى هذه الحشود التي لا زالت تخرج تؤيد ميليشيات الحوثي الإنقلابية، ما هي يعني الفكرة التي ستتشكل لديهم؟ وربما أيضا كان الحوثيين حريصون على هذا الاحتشاد في ميدان السبعين مع وصول المبعوث الأممي الجديد إلى صنعاء. عزيزي، المجتمع الدولي تحديدا له لعبته وله مساره وأنساقه الخاصة مع الحوثيين، و أرجو أن نغتر كثيرا بما يصرح به بعض رموز المجتمع الدولي. نحن نعرف تماما أن الحوثيين لن يدخلوا صنعاء إلا بضوء أخضر أمريكي، وتحديدا من السفير الأمريكي الأسبق جيرال فيرستاين مهندس دخول الحوثيين إلى صنعاء، وصرحت لذلك السفيرة البريطانية سابقا لصحيفة الوسط في أحد لقاءاتها سابقا أن يعني ذات مرة، وقالت لم نكن مستغربين من دخول الحوثيين صنعاء لأننا كنا على علم بذلك. نحن مستغربين لما حصل أو لبعض التصرفات التي حصلت بذلك. هذا يعني تصريح لها أو ضمن مقابلة لهذه صحيفة الوسط الذي أجراه الزميل جمر عامر. المجتمع الدولي ليس جادا في محاربة الحوثي على الإطلاق أبدا، والحوثي اتبع سياسة مرنة إلى حد ما، فهو أضاف إلى جانب المسار العسكري مسار سياسي، وهو ما يفصل هاي القاعدة. القاعدة تمشي في خط عسكري واحد فقط ولا تحاور سياسيا، بينما الحوثي يتبع المسار العسكري ويحاور سياسيا، وهذا ما أعجب الأرض، لأن الغرب أيضا سياسة، وعادت الغرب أنه لا يقطع أي مشكلة على الإطلاق في خارج حدوده، هو يضعف الخصم أو يضعف هذا الطرف لصالح طرف آخر أو لصالحه هو شخصيا ليمسك الخيوط بكامل أطرافها بيده فقط، لكنه لا يمكن على الإطلاق أن يقضي على خصم مطلقا مهما كان. هذه هي سياسة الغرب ونحن نعرفها. أيضا بعض التصريحات أو يعني كثير من التصريحات لبعض النخب ولبعض الرموز من المجتمع الدولي واضحة تماما، بعض تصريحاتهم المتعاطفة معهم في الوقت الذي تصرح رموز أخرى محسوبة على المجتمع الدولي لصالح الشرعية، وهكذا تصريح لهذا الاتجاه وتصريح لذلك الاتجاه في عملية تناقض غريبة وعجيبة جدا، وهذا يخدم في النهاية مصالحهم الخاصة في الوقت الذي يقوض مصالح الشعوب في الداخل. نعم. طيب أستاذ ثابت، ربما نقطة في غاية الأهمية، إذن صمود ميليشيات الحوثي على مدار 3 سنوات أمام التحالف العربي والقوات الشرعية بالتأكيد هو بسبب عدم يعني وجود إرادة حقيقية وقرار سياسي حقيقي من التحالف العربي والشرعية بالدخول لصنعاء وإنهاء الانقلاب. هذا هو جزء من المشكلة. الجزء الآخر أيضا، ربما الميليشيا نجحت بقدر كبير إلى يعني إطالة هذه الأزمة، وكلما طالت هي يعني في صالحها. كان أيضا هناك رسالة قوية بهذه الذكرى من ميدان السبعين وقبلها بمساء هذه الليلة، مساء ليلة الاثنين التي احتشد فيها الحوثيين، كان هناك الصواريخ تصل إلى المملكة العربية السعودية، ولأول مرة 7 صواريخ باليستية أطلقت على مناطق مختلفة ووصلت إلى الرياض. كل هذه الأسباب التي يعني بمجملها تؤكد بأن الميليشيا في هذه الفترة ربما هي في أحسن حال، وهي لا زالت تقاوم ولا زالت تقاتل ولا زالت أيضا تهدد حتى المملكة العربية السعودية. هل سنشهد مراجعة للعلاقة بالتعامل مع الأزمة اليمنية من قبل التحالف العربي، يكون هناك تحرك جاد لحسم هذه المعركة؟ أولا دعني أقول لك أن العملية التي أطلقها الحوثي ليلة الذكرى، بداية الذكرى الرابعة لعاصمة الحزمة، ربما أرادت شيئين أو يعني توجيه رسالتين. الأولى أنه في بداية الذكرى الرابعة يريد أن يخلق نصرا وقوة وهمية لهم. كل الصواريخ 7 تم اعتراضها وفشلت ولم تصل، لكن في النهاية أستاذ ثابت، لكن في النهاية هي صواريخ ووصلت وقطعت أكثر من 1000 كيلومتر، وهذا ليس بالأمر السهل. يعني هذه ليست يعني حتى لا نتعامل مع الأشياء بطريقة يعني لا نعطي أهميتها. ربما عدم إعطاء الأمور أهميتها هو ما يجعل التحالف العربي يعني يمضي بهذه الصورة المتباطئة في عدم الحسم في اليمن، واليمنيون يدفعون من دمائهم وأرواحهم كل يوم.
عزيزي أتفق معك هنا جزئيا، أن هناك بعض أطراف التحالف العربي ليس جدا في حل المشكلة، بل لا يزال على تواصل مع هذه الجماعة، ونحن معرفتنا من هذا الطرف، معرفت الأربو الذي دعم أيضا الجناح الحوثي الآخر، لا نستطيع أن نقول أنه جناح حوثي أو جناح موازي للحوثي داخل عدن، ومول وشجع انقلاب. هذه العبا اليوم لم تعد خاسية على أحد، اللعبة مكشوفة تماما. ليس هناك جدية فعلا كما قلت من قبل كل أطراف يعني التحالف العربي. من ناحية ثانية، هذه الجماعة لا يهمها يا أخي لا مجتمع دولي ولا حقوق إنسانية، ولا يهمها مصالح الشعب. هي جماعة محاربة لا يعني تميل إلى الحرب وإلى العنف أكثر من ميلها إلى السياسة، ولا يعنيها الأمر السياسي مطلقا بأي حال من الأحوال. نعم. طيب أستاذ ثابت والأستاذ همدان وأيضا الأستاذ حسين الصوفي، تكرموا بالبقاء معنا، نتابع هذه المادة المعلوماتية أعدها الزميل وديع عطاء عن ميدان السبعين ومسيرة الحشود السياسية فيه، نتابع ومن ثم نكمل النقاش. حياكم الله مشاهدينا، إذا تابعنا هذه المادة وأعود إلى القاهرة مع الناشط السياسي الأستاذ همدان العلي. أستاذ همدان، إذا في محورنا الأخير الآن أمام كل هذه الصورة التي بدت واضحة الآن بعد 3 سنوات من الحرب، ما الذي يجب على التحالف وما الذي يجب على الشرعية وما الذي يجب أيضا على المواطنين في المناطق التي تخضع لسيطرة ميليشيات الحوثي؟ بالنسبة للشرعية، أنا أعتقد أنها بحاجة إلى معالجة الأخطاء التي رافقتها خلال 3 سنوات الماضية، على رأسها تنظيم العلاقة فيما بينها، فيما بين مكونات الشرعية نفسها، قبل الحرص أو إعادة النظر في آلية الشراكة بينها وبين التحالف العربي. هناك خلافات عميقة داخل المكونات الشرعية، وكل طرف يطرد تحت الحزام. هذه حقيقة ولا يمكن أن نتجاوزها. الأمر الآخر، هناك مكون سياسي اليوم يقف إلى جانبنا في مسألة مواجهة الحوثيين، وإن كنا نختلف فيما يخص عدم اعترافه بالشرعية، وهذا المكون السياسي والميداني العسكري أيضا، لأنه بدأ يتشكل ميدانيا تشكيلات عسكرية، هذا المكون لا يجب التعامل معه باعتباره جماعة متمردة مثلها مثل الحوثيين ومثل القاعدة كما يتحدث البعض أو كما ينشر في بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل. هذا مكون سياسي يدعمه التحالف، تدعمه دول التحالف العربي، لديه قاعدة شعبية في الداخل، وبالتالي يجب الحرص على إيجاد حلول لتوحيد الجهود يعني، والوصول إلى اتفاق بينه وبين الحكومة الشرعية لتوحيد التشكيلات العسكرية، وهذا بالتأكيد لا يعني يجب أن يكون من خلال الاعتراف الشرعية، ولكن يجب أن يكون هناك تنازلات للوصول لهذه المرحلة من قبل جميع الأطراف بهدف تحقيق الهدف العام وهو تحرير البلاد، وإلا أنا أعتقد أننا سنفشل في عملية استعادة الدولة واستعادة العاصمة صنعاء. بالنسبة للناس، احنا من في الخارج مسؤولون اولا بابقاء جدوى الرفض، رفض الناس للحوثيين مستمرة. لا يجب ان ندع الناس فريسة للحوثيين، لا يجب ان نسلم الناس للحوثيين من خلال بعض اطروحاتنا، يجب ان نجعل
نعم، يجب أن نقوم بدورنا في الحفاظ على كراهية الناس للحوثيين ورفضهم للتعايش مع هذا الطاعون. أشكرك شكرا جزيلا الناشط السياسي الأستاذ همدان العلي، كنت معنا من القاهرة. وعودة أيضا أخيرة إلى الأستاذ ثابت الأحمد. أستاذ ثابت، إذن باعتقادك هل ستشهد جبهة الشرعية بما فيها التحالف العربي مراجعة حقيقية للم الشمل لتوحيد الهدف نحو استعادة الدولة وهزيمة الانقلاب، أم سيظل هذا الخلاف وهذه النزاعات يعني تنخر بجسد الشرعية وهي ما يطيل أمد الانقلاب ويقوي بالتأكيد ميليشيات الحوثي؟ عزيزي، مسألة لملم الصهوب الشرعية وإعادة النظر في مسارها الذي تمضي عليه الآن لم يعد مجرد خيار على قارئ الطريق، إن شاء اتخذته إن لم تشاء لم تأخذ. هذا اليوم هذا خيار، يعني هذا فرض واجب لا بد منه أن تمضي، وإلا ستتهالك وستنتهي الشرعية وتتماهى في ظل هذا التكلس غير المتوقع والذي سيفضي لصالح الجماعة الانقلابية بكل تأكيد. أنا أتوقع خلال الفترة القادمة أن تلملم قيادة الشرعية شتاتها وأن تراجع مواقفها، وأيضا التحالف العربي ليبدأ فصلا جديدا من مسار التحرير، خاصة بعد أن يعني تقوضت مصالح الوطن وتقوى الحوثيين يوم بعد يوم، ليس بقوتهم هم ولكن بضعف هذا الطرف الذي تكلس للأسف الشديد عوامل ذاتية وموضوعية ما كنا نتوقع أن يصل إلى هذه الحالة. أشكرك جزيل الشكر الأستاذ ثابت الأحمدي الباحث والكاتب السياسي، شكرا جزيلا كنت معنا من الدمام. وأذهب الآن مشاهدينا الكرام إذن إلى مأرب عبر الأقمار الصناعية مع الأستاذ حسين الصوفي. أستاذ حسين الصوفي، إذن أنت أيضا الكلمة الأخيرة بالنسبة لك، أنت أيضا كمتابع وقريب من وحدات الجيش الوطني، قيادة الجيش الوطني في محافظة مأرب، ما هو الحل إذن في ظل هذه الصورة التي باتت واضحة للجميع بعد 3 سنوات من الحرب؟ هو اتفق ربما كثيرا، ربما تتطابق ايضا مع ما قاله زميلين الاستاذ ثابت الاحمدي والاستاذ همدان، بان هناك يجب ان او لم يعد هناك خيار امام الشرعيه ولا امام التحالف الا بمراجعه حقيقيه لما او ما قاموا به او ما تم خلال 3 الاعوام، وهذه اصبحت اليوم واضحه وضوحا لا لبس فيه. ونعرف ان هناك ربما حسابات كانت حسابات دوليه، يعني ربما نستطيع أن نجزم جزما ربما قطعيا أن في الأيام القادمة سيكون الوضع مختلف، لأنه المملكة العربية السعودية تدرك بأن الحوثيون حينما يعني سلحتهم إيران منذ النشأة الأولى نشأوا في خاصرة السعودية، وهم منذ أول لحظة لانقلابهم على الدولة قاموا بمناورة عسكرية، والهدف الذي يكررونه بين كل فترة وأخرى هي يعني احتلال الكعبة كما يسمونه، وهذا ما تقوم به الحوثيون الآن، هي ما تسعى إليه إيران عبر سياسة حرث الأرض الذي تفعله في سوريا وتريد أن تكمله في اليمن، وهذا نعم. ربما يعني فطنت إليه المملكة العربية السعودية منذ اللحظة الأولى وقامت بعاصفة الحزم، ولا يمكن على الإطلاق أن دولة بحجم المملكة العربية السعودية أن تغفل مثل هذا الخطر الداهم عليها مطلقا. أشكرك جزيل الشكر الصحفي حسين الصوفي، كنت معنا عبر الأقمار الاصطناعية من مأرب. مشاهدينا الكرام، لم يبقى إلا نستعرض بعض تعليقاتكم حول موضوع الحلقة في صفحة البرنامج على الفيسبوك، ونبدأ مع صديق البرنامج الأخ محمد الظاهري. والدكتور محمد الظاهري يعلق بالقول: ميدان 70 في العاصمة اليمنية صنعاء لم يعد مجرد حيز جغرافي فحسب، بل غدا بمثابة صفحة تاريخية سياسية اجتماعية، وحاضنا يتعين دراسة دلالات ما قيل وما سيقال فيها تاليا. وفي هذا الصدد يتعين التذكير هنا أن اليمن مجتمعا ودولة أكبر من اختزالها في احتفال موسمي عبر ميدان رمزي فحسب. الدكتور محمد الظاهري. تعليق آخر من صديق البرنامج الأخ طارق السعيدي يعلق بالقول: نعم، هم مضطرين أن يشاركوا وإلا سوف يتهموهم بالخيانة. طارق السعيدي يعلق بالقول: سبب حضور الجماهير إلى ميدان 70 لتأييد ميليشيات الحوثي. محمد الصانعي له وجهة نظر يقول فيها: أنا متأكد كل التأكيد أنهم سوف يشاركون، لأنهم الحاضنة الوحيدة باليمن للفساد والظلم وأخذ أموال هذا الشعب المسكين سواء العامة أو الخاصة.
التفاهم بين المؤتمر والحوثيين هو تفاهم فساد وأخذ ممتلكات الدولة، لذا لا يستبعد أن يحتشدون مع الحوثيين بالسبعين كون الهدف واحد، هذا فيما يرى عن أنصار المؤتمر الشعبي العام. رأي أخير، إذا نختم بهذا الرأي من الأخ محمد الصانعي ونكون قد وصلنا مشاهدينا الكرام إلى ختام هذه الحلقة من بين قوسين عن حشود السبعين من عهد صالح إلى عهد ميليشيا الحوثي الانقلابية. ختام الحلقة، شكرا لضيوفي الكرام، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من مأرب الصحفي حسين الصوفي، الشكر أيضا للكاتب والباحث السياسي ثابت الأحمدي، وكذلك للناشط السياسي همدان العلي. ختام الحلقة، تقبلوا تحايا الشباب في الإعداد والإنتاج الزميل ودي عطا والزميلة إلهام عامر، حتى الملتقى بحلقات جديدة من بين قوسين بنفس الموعد ونفس الزمان، حفظكم الله والوطن.